سجلت بالنسبة للأول؟ والله يعني تكلمنا في الشوط الاول انه يعني الاخطاء الدفاعيه تاع فريق الدفاع تاع جنات، وين كان اللاعب مطراني يعني بدون مراقبه، فتحت اللاعب بحري الظاهر الايمن يعني على الطاير، يعني هدف في المستوى، ما خلاش حتى الحارس انه يعني كان ما كانش ينتظر فيها. نظن هدف جميل اللي كان هدف تقدم في للفريق الدقيقة الاولمبي الأربعين. الدقيقه ال40، وفي وقت يعني قبل الشوط الاول، لكن بعدها نقولوا توقيت صعب عبد النور، لكن الأصعب منه أنك تسجل في الوقت بدل ضائع الشوط هذا هو الأول. الشيء. يعني كان يعني هدف تقدم، لكن فريق اولمبي مدية خطا الهدف تعادل في وقت بدل الضائع تاع الشوط الاول. نظن هذا ممكن بعدها في الشوط الثاني راح نحكيو انه توتر كبير من طرف لاعبين فريق اولمبي مدية. طبعا اكيد، وهي الاعاده وهي الكره الثابته وهي الكره الطويله والسريعه، ونقول لها هذه نصف مقصيه ولا مقصيه. نظن على الهدف، هدف التعادل، التعديل، هاو الكره بن ساحه على الجهه اليسرى، كره ثابته، ياخذ يرفع راسه ياخذ المعلومه، اللاعب يضرب الكره يعطيها في يمد فيها القوه، لكن كانت قراءه سيئه من الحارس خيتر. نظن انه اهداف المدية لو يعني نتكلم عليها كليه، نقول انه معظم الاهداف اللي تلقاها اولمبي المدية هي اهداف فرديه باخطاء فرديه. شفنا ان الحارس خيتر ما كانش عنده قراءه جيده، وبنساحه تسديدته او كره هنا بنساحه القوة تاع كانت الكرة. ذكيه، كانت ذكيه، كانت ظائريه، حتى كانت موجهه الى المرمى. يعني هذه الاخطاء هذه دائما تتابع فريق المدية، وين بعدها شفنا في الشوط الثاني